بمنتهى الصراحه انا كنت عايز اتكلم في موضوع سد النهضه ده من زمان، وكل مره امسك لساني واقول الواحد يهدى والواحد يصبر، المفاوضات هتجيب نتيجه، الا ان امبارح طلع وزير الخارجيه الاثيوبي اللي زي ما يكون بيقول للمصريين وشعب مصر اضربوا دماغكم في الحيط بالمعنى البلدي، طالع بيتكلم وبيقول السد هيتملي هيتملي سواء المفاوضات جابت نتيجه ما جابتش نتيجه. ولكن بصراحه الموضوع له ابعاد تاريخيه كبيره، الموضوع بس مش موضوع سد نهضه. السلام عليكم، معكم اخوكم محمد عاصم، اهلا وسهلا بكم في القناة وشكرا على تشغيلكم للفيديو. الحقيقة ما كانش هو ده الفيديو اللي هينزل النهاردة، ولكن بصراحة الكلام اللي اتقال امبارح بالليل يعني خلى الواحد دمه يغلي ويفور بجد. انا كنت ماسك نفسي فعلا من ان انا قبل كده اتكلم في موضوع سد النهضة بمنتهى الصراحة. ولكن يا جماعة الموضوع ما هوش موضوع النهضة او سد النهضة اللي هما بيتكلموا عليه خالص، الموضوع ليه ابعاد دفينة من الاف السنين، من الاف السنين فعلا. ناس كتيره بتتخيل ان السد العالي اللي في مصر هو اول سد نعمله كان في مصر، ولكن طول ما كان فيه الحضاره المصريه القديمه ببساطه كان فيه السدود وكان فيه تنظيم الترع والانهار والزراعه في مصر. فكان من ذول ايام الملك نارمر الملك مينا كان فيه عندنا سد اللي كان موجود في جنوب ممفيس اللي هي عاصمه كيمت في الوقت ده، او منف كانت كده ناحيه ميت رهينه الحر في المنطقة دي. كانت بقى السد كان في جنوب ممفيس، كان تحت ممفيس، كان موجود تحت منف. فكان السد ده كان اسمه سد قوشية، او سد جاية من قوشيش اللي هي البلدة اللي هي قوشيش. كان سد قوشية ده هو اللي عمله الملك نارمر، وكان بارتفاع 15 متر وبطول 450 متر، وكان معمول من التراب المدكوك واللي بيحيطه من جهتين الصخور الصلبة. ليه عملوا عشان تحويل مياه النيل من الشرق للغرب، وعشان الحفاظ، عشان يوفر رقعة زراعية اكتر، وعشان يتوفر مساحة اكتر للزراعة. شوف تفكير المصري القديم كان من قد ايه. الا انه رغم انه كان عمل كده، والكلام ده بكلمكم من 5000 سنة، ابناء الحبشة اللي هم من حاضرين بقى من كوش ومن غيره طلعوا يعترضوا ساعتها على الملك نارمر ويقولوا له انت ليه بتعمل السد ده؟ قال لهم ده مش هيأثر في اي حاجة. قالوا له لا ده هيأثر. المهم اقتنعوا بعد فترة ان هو مش هيأثر. الموضوع يا جماعة مترسخ من زمان قوي، موضوع الحقد الدفين من الحضارة المصرية القديمة. ده لدرجة المصيبة السوداء ان هما في منهم لحد دلوقتي عندهم اوهام ان الحضارة دي حضارتهم هما. خلاص يا سيدي، احنا سرقنا المعابد وسرقنا الاهرامات وجبناها عندنا هنا، حاجة في منتهى الغرابة يعني. وسبق واتكلمت قبل كده في اكتر من فيديو عن ان ليه المصري القديم كان في بعض التماثيل باللون البشرة الداكنة. ده انا يا راجل لو فضلت واقف اسبوع في الشمس هبقى باللون الاسمر، ما بالك ان انا عايز ابقى لابس النقبه اللي موجوده اللي بتحيطني بجسدي بس كده، وبقيت جسدي عاري وما بقاش باللون الاسمر او باللون الغامق. يعني كلام بصراحه عايشين في اوهام وعندهم عقده مش عايز اتكلم يعني. هم عندهم عقد دفينه من زمان، من ايام الحملات خاصه. يكفي ان هم كانوا متامرين مع الهكسوس وكانوا عايزين يعملوا مشاكل في كيمت، وكلام كتير انا مش عايز اتكلم فيه دلوقتي، ولكن ما علينا. عصر الملك امين محات الثالث عمل بقى سد اخر. الملك امين محات الثالث في وقته راح عمل كان بحيره وعمل سد كان اسمه سد اللاهون. سد اللاهون ده كان ناحيه الفيوم، وكانت البحيره اسمها بحيره موريس. وبحيره موريس السد ده لما بيزيد الميه بيصب على بحيره موريس، وفضل كان بالشكل ده. عايز اقول لك ان بحيره موريس اللي متبقي منها النهارده اللي هي بحيره قارون. برضو لما عمل كده الملك امين محات الثالث في الاسره ال 12 وهو من الملوك العظام، تخيل عملوا ايه بقى بتوع الحبشه؟ راحوا عاملين خزانات ميه عندهم عشان يقللوا من توزيع الميه عندنا، الامر اللي خلى الطمي ان هو يسد كتير منها، الى ان جه في عصر دوله المماليك في مصر وراحوا عاملين هنا عند البحيره برضو عاملين فتحات وعاملين للسد، بحيث ان الموضوع حركه الزراعه تنتشر اكتر واكتر.
ولحد هنا والامور كانت ماشيه. عندنا بقى اتفاقيات، في عندنا كانت اتفاقيات 1929 وكان في 1959، والاتفاقية بتاعت 1959 نقدر نقول لها تكملة لاتفاقية 1929، وهي بتنص كانت ما بين مصر والسودان على ان اصلا ما فيش حد يا جماعة حاجة اسمها ان دولة بتملك نهر، فيش حاجة اسمها عشان منبع النهر من عندي في اتفاقيات امم متحدة، فيش حاجة اسمها علشان ان النهر بيبقى من عندي معناها ان النهر ده بتاعي، ده ما بيحصلش الكلام ده، ما فيش الكلام ده في الدنيا كلها. ولكن برضو الاتفاقيات اللي كانت متفق عليها ان ما ينفعش الاضرار باي مصالح او اي حصة من حصص السودان وحصص مصر من منابع النيل خالص. تيجي عندنا اثيوبيا وتطلع لك بكلام تاني، الحقيقة انها كانت بتتمنى قبل كده انها تعمل سد النهضة، ولكن كان في عهد الرئيس الراحل محمد حسني مبارك ما كانوش قادرين يعملوه، والسبب اللي هم عملوه في 2011 على بلاطة واللي حصل في مصر في 2011 وبكل صراحة والمصيبة السودة الوفد اللي راح هناك في أثيوبيا واعملوا اللي تعملوه وخدوهم بالأحضان واعملوا اللي تعملوه، وكلام أنا مش عايز أتكلم فيه عشان ما بقاش بتكلم في السياسة بشكل صريح ولكني بتكلم من إطار تاريخي، الأمر اللي سبب إن هم يبتدوا يشتغلوا ده بالإضافة إن ساعدتهم بعض الدول وفي بعض الحاجات. يعني إحنا عشان نبقى متفقين كده إن موضوع سد النهضة ده في أكتر من حاجة، الحاجة الأولانية دولة الكيان الصهيوني وراه، دي رقم واحد. رقم اتنين هم وراه لأن هم استغلوا نفسيا الحقد الدفين اللي موجود في أبناء الحبشة تجاه الحضارة المصرية القديمة. يعني عندنا بقى من حملة الحملة المصرية على الحبشة وكلام يعني كتير جدا هم شايلينه طول عمرهم عندهم العقدة الدفينة ده، بالإضافة أن في برضو بعض الجهات الخارجية والمصالح اللي بتدعم أثيوبيا من تحت لتحت لأن هم عاوزين يورطوا مصر في حرب. ده الموضوع على بلاطة كده. الحقيقة يا جماعة ان دولة الكيان الصهيوني بتحاول ان هي توصل للموضوع ده عشان بتتمنى انها تضغط علينا من الامر ده علشان النيل يوصل لهم من خلال سيناء. الشق التاني بقى ان دايما الحكام في اثيوبيا بيقدموا لشعبهم مصر او الشعب المصري او دولة مصر على ان هو عدو تاريخي، انتوا فاكرين كانوا بيعملوا فينا ايه؟ فاكرين من ايام الملك احمس؟ فاكرين امنحتب الثاني؟ فاكرين تحتمس الثالث؟ فاكرين 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 عمالين بيولعوا فيهم. وده بالاضافه ان في دول من اوروبا برضو كانت استعماريه الينا برضو بتنفذ الامور من تحت لتحت. لما نيجي نبص يا جماعه على مقاييس القوى هنلاقي ان مفيش وجه مقارنه، عسكريا مفيش اي وجه مقارنة، اقتصاديا مفيش اي وجه مقارنة، احنا موقفنا الاقتصادي افضل، عرقيا وتماسك احنا افضل من اثيوبيا بكتير. اثيوبيا عندهم اكتر من 80 عرقية داخل اثيوبيا، عندهم اضطرابات داخلية. ده مش هننسى كمان ان اثيوبيا كانت وقت الحرب الباردة كانت مصر او في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر كانت مصر متجهة ناحية الاشتراكية والكتلة الشرقية، ولكن كانت اثيوبيا كانت تحت الجهة الكتلة الغربية امريكا، وده قبل الانقلاب اللي حصل ومسكوها بعد كده عندهم بعض الماركسيين في اثيوبيا اضطرابات حصلت، ولكن في الفترة دي كان في اضطرابات كتير قوي ايام الرئيس الراحل جمال عبد الناصر. رئيس كان في عندنا قوات اساسا عسكرية موجودة ناحية اريتريا كانت موجودة لحماية منابع النيل من هناك. امال ليه؟ هو الرئيس الراحل جمال عبد الناصر اساسا كان مش بدافع عنه على فكرة يا جماعة، انا سبق واتكلمت على بعض الامور اللي عليه، ولكن برضو من الامور اللي ليه ان هو كان بيبص استراتيجيا لحماية منابع النيل، حماية لمضيق باب المندب ومنابع النيل من تحت. نفس النظرة اللي كان بيبصلها محمد علي باشا اللي كان عامل الإمبراطورية المصرية، نفس النظرة اللي كانوا بيبصلها القدماء المصريين وملوك العظام في الحضارة المصرية القديمة اللي عارفين ان الأمن القومي المصري بيبتدي من منابع النيل، لان منابع النيل دي
هي امن قوم مصري. فلو اثيوبيا حسباها ان هي بالشكل ده بتضغط علينا فهي بصراحه حسبه خاطئه جدا، اصلها يا روح ما بعدك روح. ده بالنسبه لنا احنا لحد اللحظه دي مصر واخده الامور سلميه، ما بقدرش اقول ان مصر هتاخد امور غير سلميه او غيره، ولكن هي اثيوبيا او اهل الحبشه عايزين يوصلونا لكده. للاسف الشديد لتاني مره بقولها ان اللي حصل في سنه 2011 ما بكلمش على ثوره 25 يناير، ولكن من بعض الاشخاص اللي حصلت احداث منهم ومن زيارتهم ومن بعض الكلام اللي اتقال ساعتها كان سبب كبير جدا، وبعض الاضطرابات اللي حصلت في مصر في الوقت ده كانت سبب كبير جدا. ولكن لازم اهل الحبشه يبقوا مدركين حاجه مهمه جدا، ان الموضوع بالنسبه لنا مساله حياه او موت بمعنى اصح. احنا مش ذنبنا ان انتوا عندكم عقد تاريخيه من عندنا، مش ذنبنا ابدا ان منابع النيل ان احنا دوله المصب وان انتوا دوله المنبع، ده مش ذنبنا. ولكن يبقى معروف حاجه مهمه، ان منبع النيل احنا لو سكتنا عليه دلوقتي هيحاسبنا الاجيال اللي بعدينا ويلعنونا الاف المرات. شكرا جدا على مشاهده حضراتكم للفيديو، السلام عليكم.